السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله مكملين مع بعض برنامج أوتوديسك شوكيس. أنا باجي من هنا من أوبن فايل، أختار الملف اللي أنا هشتغل عليه، ولكم مثلا الملف دوت، وهاجي أدوس حرف البي بهيفيورز، بحيث إن أنا هعمل حركة بسيطة لشكل من الأشكال حوالين المحور. وليكم مثلا هاجي هنا أقول له اعمل لي كرييت، وأقول له تشوز، اختار العنصر، احدد دوت، واقول له ايه، اختار الشكل ايدي سيلكشن 2. دي في الشكل اللي نعمله تحديد للعناصر اللي هتتم عليها الحركه دي. واجي اظبط الاتجاه بتاعي كده، ده المحور بتاعي، فحرك المحور مثلا كده شويه، بس انا هحاول قدر الامكان ما اخلوش في نفس المكان بالظبط عشان نحس بالحركه. تمام، ماشي. وبشوف هنا عايز الف من الناحية، افق ولا رأسي، ومع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة، والسرعة بتاعتنا هتبقى قد ايه. كلوز، واجي هنا واقول له ايه، شغل. فبتلاقي ايه، شكله هو بدأ يدور حوالين المحور بتاعه. زي ما انت شايف الموضوع سهل وبسيط زي كل حاجه في الاوتوديسك شوكيس، لان هو متخصص في الكاد والكام، يعني في الحاجات اللي هي ايه، الحاجات الاي سي اي، الحاجات الخاصه بالمعماري، والحاجات الخاصه بالمكن اللي احنا بنعملها ببرنامج الانفنتور. اتمنى يكون الدرس سهل وبسيط، واتمنى تطبقوه، ولو في اسئله على المدونه اخوكم عمر سليم.